تحسين أداء الدبلوماسية الجزائرية والتصدي القانوني لكل من يهين جزائريا بالخارج وعود تعهد بتطبيقها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. فواجهة الدولة بين الأمم يتطلب تحسينا في أداء تمثيلياتها والتكفل الأمثل بالجالية. إن الدبلوماسية الجزائرية في الجمهورية الجديدة ستضع نصب أعينها مصلحة الجزائر أولا ومصلحة جاليتنا، وإن أعضاء السلك الدبلوماسي سيتم تقييمهم بشكل دوري بناء على النتائج في التي تحققت في هذا المجال. وستنشأ الدولة هيئات قانونية على مستوى السفارات والقنصليات للدفاع الفوري عن كل جزائري يهان في الخارج. تقاليد الجزائر من قضايا دولية تتكرس بمبدأ حسن المعاملة وحسن الجوار، ليبقى موقف البلاد من قضايا شائكة يرتكز أساسا بما تقتضيه الأحكام الدولية. قضية الصحراء الغربية تبقى قضية تصفية استعمار. ولا بد لي أن أعلن بوضوح أن مسألة الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار، وهي قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وينبغي أن تظل بعيدة عن تعكير العلاقات الأخوية مع الأشقاء. ويظل دعم القضية الفلسطينية أحد الثوابت بحسب الرئيس عبد المجيد تبون. لا تكتمل هذه الكلمة التي أوجهها لكم اليوم إلا بالوقوف عند القضية الفلسطينية، لنعلن أنها من ثوابت السياسة الخارجية للدولة الجزائرية، وسوف نقف إلى جانب نضالهم حتى تحقيق حقهم المشروع في بناء الدولة الفلسطينية المستقلة عاصمتها القدس الشريف وتحقيق حق العودة. كلمة رئيس الجمهورية الشاملة بقدر ما أوضحت أبرز معالم الجمهورية الجديدة، بقدر ما أكدت عزم الجزائر استرجاع مكانتها الدولية.